مين بالمناسبة أقرب الناس أو اللعيبة التوانسة اللي قريبين منك في مصر دلوقتي؟ ليه بتخرج معاهم وتقعد معاهم وتتكلم معاهم؟ علي معلول، في فخر الدين بن يوسف، مروان صحراوي، سيف الدين الجزيري، حمزة المثلوسي، يعني كلهم توانسة كلهم. طب لو بتتقابلوا بقى وبتقعدوا تخرجوا بتعملوا إيه؟ نخرج نقعد نضحك نتفكر أيام زمان مثلا، يعني بننبسط يعني. مين أكثركم كوميديا وهزار وضحك؟ فخر الدين بن يوسف. فخر الدين بن يوسف اكثركم هزار. مين تفتكر له موقف كويس ليك في مصر هنا كان واقف معاك في حاجه، كان واقف معاك في ظرف؟ ده اخويا وصاحبي علي معلول، ده اكتر واحد وقف معايا اول ما جيت مصر. يعني اول ما جيت ووصلت كلمني على طول، قال لي تعالى عندي البيت، وقعدت معاه وانبسط جدا يعني. عرفني على الدنيا وقال لي مصر كذا كذا، الدوري المصري كذا، فعلمني كتير حاجات حلوه يعني. علي معلول له تاثير كبير جدا في الكره المصريه، له تاثير كبير جدا مع النادي. احسن الباك ليفت في افريقيا. والله في افريقيا كلها. من اللعيبه الكويسه جدا. كويسه جدا. تتوقع مسيره مستمره ليه مع النادي الاهلي لسنوات قادمه ولا؟ اكيد. لا اكيد. اكيد خلاص علي يعني ابن الاهلي. خلاص ابن الاهلي. خلاص بالزبط. ابن الاهلي. هو لما بيتكلم معاك حتى بيدردش معاك يقول لك ان انا حابب اكمل مع النادي الاهلي ولا؟ بيقول لي على طول. بيقول لي. وانت مبسوط بقى في تواجدك في الكره المصريه مع الكره المصريه ولا حابب انك تاخد خطوه بره الكره المصريه؟ والله بيني وبينك انا بقالي 3 سنين هنا. الكره المصريه حلوه والله. مبسوط. يعني مبسوط جدا الحمد لله، يعني دوري كويس، تحس نفسك مرتاح يعني تلعب كوره، فاهم؟ يعني والاكل كويس؟ اكيد الاكل كويس. تحب ايه اكل مصر؟ في الكشري، في الورقة لحمة دي والحاجات دي. طب لما بتقابل مع علي معلول وسيف الجزيري وفخر الدين بن يوسف، ايه اشهر اكله بتاكلوها مع بعض؟ والله بنروح كده يعني ما عدناش مره في مطعم، فاهم؟ يعني رحنا كافيات بس. كافيات يعني. ممكن بالزبط. ناكل حاجات خفيفه كده بالظبط، مش الاكل يعني. لا لا لا، كل واحد فيكم بياكل مع نفسه. ايوه بالظبط، كل واحد. مين اكتر المدربين اللي اثروا معاك او انت حاسس اتاثرت بيهم او فادوك فنيا في الدوري المصري في الكره المصريه؟ هما اثنين. تاكي جينياس وكابتن عبداي. طبعا كابتن عبداي. طبعا ده دول الاثنين اتعلمت منهم كتير حاجات يعني انا ما كنتش اعرفها اصلا. فالحمد لله يعني انا بشكرهم كتير وان شاء الله ربنا يوفقهم في التجربه. مين لاعبين في الدوري المصري كنت تحب تلعب معاهم؟ نفسك تلعب معاهم؟ علي معلول وشيكابالا. وشيكابالا.